صوم في كوباك. امسكت بك. ها؟ ماذا بك يا محمد؟ لماذا أنت حزين؟ أصدقائي غدا لديهم رحلة وأنا لا أريد الذهاب معهم. لديك الحق في عدم الذهاب يا محمد إذا كنت لا ترغب في ذلك. ولكن المشكلة يا أبي أن أصدقائي صاروا يعتبرونني خائفا بسبب ذلك. لكن هل بالإمكان أن توضح لي أسباب عدم ذهابك معهم يا محمد؟ ببساطة يا أبي، هم ليس لديهم قانون ينظم رحلتهم، لذلك تجدهم غالبا ما يقع في مشاكل يصعب حلها. أها، عرفت الآن. أنت تشعر باطمئنان أكثر عندما يكون هناك قانون ونظام واضح للعمل المطلوب منك.